به إن الله يأمرك من تذبع بقرة مالوا وتتخذنا هزوا ونعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض وامر نوام بين ذلك فقالوا ما سمروا مسلمة لا يتقيها قالوا لا نجد بحق فيقبلها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارتم فيها اللهم علم ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق ويخرج منه الماء وإن منها لما يكد من حجة الله وما الله بغافل عما تعملون أفتن له نعيم منه لكم من أذان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يعرفون وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثون عن بما فتح الله عليكم ليحاجوكم في أهل ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم لا يظنون ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون وما لن تمسنا النار الا اياما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تبدوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون بمن فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا غضب الحياة الدنيا اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد
بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا ترضى أنفسكم سمعتها فريقا كذبتم فريقا كفرتم وقالوا قلوبنا غلف ما لنا أمرنا بغري فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم